أهلا بيكم مرة تانية. خلال الفيديوهات اللي فاتت شرحنا أساسيات ومفاهيم وعمليات كتير تخص التعامل مع كل موديلات سامسونج عموما مهما اختلف نوع المعالج اللي عليها، سواء بقى كان ميديا تيك أو كوالكوم أو سبريد. وخلال أجزاء الكورس اللي جاية بعد سامسونج هنشرح بالتفصيل كل المفاهيم والمصطلحات وطرق التعامل مع كل المعالجات دي من الصفر برضو وبدون تواجد أي خبرة مسبقة عندك. لكن خلال المحاضرة دي والمحاضرة اللي جاية هنتكلم عن نوع مهم من أنواع المعالجات المخصصة لبراند سامسونج، وهي معالجات إكسونوس. وأنا حشرت محاضرات معالجات إكسونوس هنا بين محاضرات سامسونج، وده لأكتر من سبب. والسبب الأول وهو أن كل الأساسيات والعمليات والمصطلحات اللي مريت بيها من بداية الكورس لحد ما وصلت المحاضرة دي دلوقتي فهتنطبق برضو على موديلات سامسونج إكسونوس. وكمان كل المحاضرات اللي جاية زي محاضرات العمل على البوكسات وأدوات السوفت وير فبرضه هتنطبق على موديلات سامسونج إكسونوس. والسبب الثاني وهو الأساس من تقديم المحاضرات دي وهو أننا نتكلم عن وضع المعالج لأجهزة سامسونج إكسونوس، وكان ممكن نعمل له جزء منفصل زي باقي المعالجات اللي بعد كده، لكن احنا شفنا ان الافضل ان المحاضرات تكون داخل جزء سامسونج، وده علشان تخرج من الجزء وانت عندك معلومات ومهارات تخص براند سامسونج بالكامل. طيب تمام، وعلشان تفهم الشرح كويس فاحنا هنقسم شرحنا على نقط متتالية، والنقطة الاولى هنعرف فيها معلومات وتفاصيل عن معالجات إكسونوس، والنقطة التانية هنتعرف على وضع المعالج الخاص بأجهزة سامسونج إكسونوس وفوائده وأهميته، وهنعرف معلومات عنه وطرق الدخول ليه، والنقطة التالتة هناخد بعض الأمثلة السريعة لأهم العمليات اللي نقدر نعملها لموبايلات سامسونج اللي عليها معالجات إكسونوس من خلال وضع المعالج. وخلونا نبدأ بأول نقطة معانا ونعرف أهم المعلومات والتفاصيل الخاصة بمعالجات إكسونوس. بص يا معلم، كل الموديلات والأجهزة الذكية هنلاقي عليها معالجات مختلفة من شركات مختلفة زي معالجات ميديا تيك وكوالكوم وسبريد ومعالجات كيرين، أو خلينا نقول عليها SOC وهي اختصار لسيستم اون شيب، وهنتعرف أكتر على المفاهيم دي بس خلال الأجزاء اللي جاية. وبما أننا حاليا في جزء سامسونج فهنتكلم عن الحاجات اللي تخص أجهزة سامسونج، يعني هتقابل موبايلات سامسونج هيكون عليها معالجات ميديا تيك، وهتقابل موديلات تانية هيكون عليها معالجات كوالكوم سناب دراجون، وده بحسب فئة الموبايل السعرية. يعني دايما هتلاقي الموديلات المتوسطة السعر هيكون عليها معالجات ميديا تيك أو سبريد، والموديلات الفلاج شيب اللي أسعارها غالية في الغالب دايما هتلاقي عليها معالجات كوالكوم سناب دراجون، ودي المعالجات العالمية واللي برضو هتلاقيها على براندات الاندرويد التانية زي براندات هواوي واوبو وشاومي وانفينكس وفيفو وباقي براندات الاندرويد. يعني كل شركات الموبايل باختلاف البراندات بتشتري المعالجات من الشركات المصنعة وبعد كده بتنزلها على اجهزتها، ولكن شركة سامسونج تحديدا بتتميز عن كل الشركات التانية دي في حاجة مهمة جدا، لانك هتقابل موديلات سامسونج هيكون عليها كل المعالجات اللي فاتت زي ما قلنا، ولكن برضه هتقابل موديلات سامسونج بتنزل وعليها معالجات إكسونوس وهي الاكثر استخداما حاليا على براند سامسونج. طيب ايه هي معالجات إكسونوس دي يا هندسة؟ بص يا باشا، معالجات إكسونوس هي نوع من انواع معالجات الموبايل زي معالجات كوالكوم وميديا تيك وسبريد وكرين زي ما قلنا من شويه، لكن اهم ما في الموضوع ان معالجات إكسونوس من تصنيع وتطوير شركه سامسونج، يعني هي المسؤول عنها وعن تطويرها وصناعتها من A to Z، ومش بتشتريها من شركه تانية وتنزلها على اجهزتها زي باقي المعالجات التانية. ومعالجات إكسونوس بتتميز بأدائها العالي وثباتها في العمل، وبتقدر تشغل كل التطبيقات والألعاب التقيلة بأداء سلس وسهل، بالإضافة أنها مش بتستهلك طاقة البطارية زي باقي المعالجات التانية. والأهم في كل المميزات دي أنها زي ما قلنا من تصنيع شركة سامسونج، وبناء عليه فبتتميز بالتكامل مع موبايلات سامسونج وبتشتغل عليها بمنتهى السلاسة، وبتدعم شبكات الجيل الخامس وبالتالي بتوفر لك سرعة انترنت عالية، وكمان بتشتغل بتقنيات الذكاء الاصطناعي علشان توفر لك تجربة استخدام عالية. وبالتالي لو هتقارن معالجات إكسونوس مع المعالجات اللي موجودة في السوق حاليا فتقدر تقارنها بمعالجات كوالكوم سناب دراجون، لانها ما تقلش عنها في الاستخدام والسرعة والثبات
والأداء المميز في التعامل مع الألعاب والتطبيقات. وعلشان كده هتلاقي أغلب موديلات سامسونج الحديثة لحد النهاردة بتنزل الأسواق وعليها معالجات إكسونوس بأرقام مختلفة، لأنها سريعة وثابتة في الأداء زي ما قلنا. وبما أن معالجات إكسونوس من تطوير شركة سامسونج، فبالتالي هيكون من الصعب ان شركة سامسونج يتم الضغط عليها ومنع بعض المكونات والمعالجات عنها، زي ما حصل وشفنا مع شركة هواوي بعد ما تم فرض العقوبات الامريكية عليها وتم منعها من استخدام بعض المعالجات وبعض المكونات الالكترونية من الشركات الامريكية، زي معالجات كوالكوم سناب دراجون وبعض مكونات اشباه الموصلات التانية. وطبعا الامر ده اثر بالسلب على شركة هواوي واثر على حصتها في السوق. لكن بالنسبة لشركة سامسونج فصعب الموضوع ده يحصل معاها حاليا، بالرغم من ان كوريا الجنوبية عموما وشركة سامسونج خصوصا في تفاهمات بينها وبين امريكا وفي تعاون كبير بينهم في كل المجالات، سواء المجالات التكنولوجية او المجالات العسكرية، وبالتالي صعب ان امريكا تفرض عليها عقوبات زي شركة هواوي. لكن برضو الامر ده ما منعش شركة سامسونج انها تطور معالجاتها الخاصة، وده علشان ما تخضعش لاي ابتزاز او عقوبات في المستقبل ممكن تمنعها من التطوير. ورغم ان معالجات اكسونوس بتنزل على موبايلات سامسونج زي ما قلنا، لكن ما اعتقدش ان الامر ده هيستمر كتير، لاننا لو رجعنا لصفحة الاجهزة والموبايلات اللي عليها معالجات اكسونوس فهنلاقي هنا بين الموديلات دي مجموعة موديلات تانية من شركة فيفو، زي موديلات فيفو X60 وX60 برو وX70 وX70 برو. وبالتالي الموديلات دي زي ما هو واضح ان عليها معالجات اكسونوس. بس لحظة كده، لو رحنا وبحثنا عن اي موديل من موديلات فيفو دي على موقع GSM أرينا ونزلنا نشوف مواصفات الموبايل والمعالج اللي عليه، فهنلاحظ ان الموبايل عليه معالج من نوع كوالكوم سناب دراجون زي ما شايفين كده. طيب ايه التوهة دي بقى؟ ولما الموبايل عليه معالج كوالكوم ليه موجود ضمن الموبايلات اللي عليها معالجات اكسونوس زي ما شفنا مع بعض من شوية على موقع سامسونج؟ بص يا باشا، علشان نوضح النقطة دي تحديدا وتفهمها فخلينا نروح لموقع ويكيبيديا ونشوف معلومات عن الموبايل ومواصفاته. ولو نزلنا شوية فلاحظ معايا هنا ان الموديلات دي نزل منها نسخة بمعالج كوالكوم ونسخة تانية بمعالج اكسونوس، يعني النسخة الانترناشونال العالمية الموجهة لكل دول العالم فبتنزل وعليها معالجات كوالكوم سناب دراجون، اما النسخة الموجهة لدولة الصين فقط فبتنزل وعليها معالجات اكسونوس. وبالتالي ده بيوضح لنا ان شركة سامسونج بتحاول توصل لاسواق جديدة وتبيع معالجاتها لشركات تانية، يعني ممكن في المستقبل نشوف براندات تانية غير سامسونج هتنزل السوق وعليها معالجات اكسونوس، ومش هتكون مقتصرة على موبايلات سامسونج فقط. ودي كده كانت اهم المعلومات والتفاصيل واللي محتاج تعرفها عن معالجات اكسونوس. طيب تمام، السؤال بقى ايه هو وضع المعالج لاجهزة سامسونج اكسونوس، وازاي بنقدر ندخل اجهزة سامسونج اكسونوس لوضع المعالج ونعرفها على الكمبيوتر، وازاي بنشتغل في الاجهزة دي على تولز السوفت وير؟ وده اللي هنعرفه ونشرحه بالتفصيل في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله لما نتكلم ونشرح باقي النقط اللي معانا دي. وخلونا نكمل كلامنا وشرحنا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.